على المنهج ذاته تسير إسرائيل في ارتكاب جرائمها ضد المدنيين والعزل من أبناء قطاع غزة. تواصل القصف والاستهداف فيرتفع عدد الشهداء والضحايا بعد تجدد المجازر في الساعة 24 ساعة الأخيرة، مسجلة 126 شهيدا و241 إصابة، بينما تئن منظمات الإغاثة من كارثية الأوضاع حيث لا لها نصيب من الاستهداف، بعد تأكيد منظمة أطباء بلا حدود استهداف مأوى للمنظمة يضم أكثر من 100 موظف وعائلاتهم دون سابق إنذار. من دير البلح ينضم إلينا مراسل قناة المملكة باسل العطار. باسل، أهلا بك. بداية، أجمل لنا تطورات هذا اليوم من الاعتداءات والمجازر التي ارتكبها الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. نعم طارق، يمكن القول أن هذا اليوم تشابه بشكل كبير مع الأيام السابقة من حيث معدل الغارات الإسرائيلية التي شنت على قطاع غزة، لكن ما يمكن رصده أن الغارات ركزت بشكل كبير على المحافظة الوسطى أو بالتحديد مخيم النصيرات، بلدة الزوايدة، مخيم المغازي، مخيم البريج ومدينة دير البلح. هذه المناطق شهدت النصيب الأكبر من الغارات الإسرائيلية. مدينة دير البلح لوحدها تم تدمير 6 منازل بها منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة، مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى. أيضا بلدة الزوايدة قبل قليل تم استهداف أحد المنازل بها، والحديث عن عدد من الشهداء والجرحى، وما زلنا ننتظر مزيد من التفاصيل، خاصة وأن هذه الغارة كانت قبل دقائق معدودة من الآن. مدينة خان يونس أيضا كان لها نصيب من الغارات الإسرائيلية التي تركزت في المناطق الوسطى للمدينة إلى جانب أيضا المناطق الشرقية. دمرت إسرائيل برجا سكنيا هو أحد معالم مدينة خان يونس ويسمى ببرج الفرة، تم تدمير هذا البرج اليوم من بعد تفخيخه من جنود الاحتلال، إلى جانب أيضا تدمير عدد من المنازل بشكل متزامن ضمن مربع سكني كامل في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. أما فيما يتعلق بالقصف المدفعي، طبعا لم يتوقف القصف المدفعي لهذا اليوم، ونحن نتحدث عن تكثيف كبير في القصف المدفعي. على التحركات الميدانية، ربما ما يمكن الإشارة إليه هو انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من عدد من المناطق، أبرزها جنوب مدينة دير البلح، منطقة المطاحن أو ما يعرف بمفترق أبو هولي. هذه المنطقة انسحبت منها الآليات العسكرية الإسرائيلية، وكانت قد توغلت بها بالتزامن مع بدء العملية في مدينة خان يونس. لكن هل ستستمر عملية الانسحاب أم أنها مناورة تكتيكية؟ ما زلنا لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال إلا مع مرور الأيام. أيضا هناك انسحاب للآليات العسكرية من شمال مخيم النصيرات للاجئين بعدما توغلت الآليات العسكرية به صباح اليوم، وانسحبت في ساعات عصر هذا اليوم توغل سريع، ونفذت هناك إسرائيل عمليات تفجير وفق شهود العيان. نعم. قبل أن تنسحب من جديد باتجاه المناطق الشرقية. كما ذكرت باسل، يتركز هذا العدوان، هذا القصف على المحافظة الوسطى وخان يونس، إضافة إلى مناطق أخرى في المحافظة الوسطى وخان يونس. هناك ربما 3 مستشفيات باتت مهددة بالإغلاق. هل يعني ذلك أن إذا ما قام الاحتلال بفرض الإغلاق الإخلاء، القطاع الصحي في قطاع غزة اليوم ينتهي؟ هو تقريبا يمكن القول أننا نتحدث عن النفس الأخير للقطاع الطبي. مستشفى شهداء الأقصى على سبيل المثال يواجه الآن صعوبات كبيرة بعدم انتظام الأطباء الطواقم الطبية التي تخشى الذهاب إلى المستشفى الذي تعرض محيطه هذا اليوم للمرة الثالثة على التوالي لإطلاق رصاص من طائرات المسيرة لكواد كابتر التي باتت تحلق بشكل ملحوظ
حول المستشفى وتستهدف هناك أهداف بعضها معلوم وبعضها أو غالبيتها غير معلوم، فقط إطلاق رصاص بهدف خلق حالة الخوف والخشية لدى الطواقم الطبية ولدى أيضا المرضى والجرحى الموجودين. مستشفى ناصر هذا اليوم أيضا طائرات الكواد كوبتر أطلقت الرصاص مباشرة باتجاه مباني المستشفى وأصيب عدد منها بطلقات نارية، حالة من الخوف والهلع الكبيرة انتابت المرضى هناك نتيجة والجرحى طبعا والمتواجدين داخل المستشفى نتيجة إطلاق الرصاص من هذه الطائرات. المستشفى غزة الأوروبي وهو المستشفى الرئيسي الثالث في المنطقة الوسطى أو المنطقة الجنوبية عفوا، نتحدث عن حزام ناري أو أحزمة نارية تم تنفيذها خلال ال 24 ساعة الماضية حول المستشفى، وبالتالي نحن لا نتحدث الآن عن نقص الإمكانيات، نقص المواد الطبية ونقص الأدوية، وإنما نتحدث عن استهدافات مباشرة لهذه المستشفيات. هي المستشفيات الثلاثة الأخيرة التي تعمل بإمكانيات قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الجرحى، وبالتالي أي تعطيل في عملها وهذا ما تقوم به إسرائيل حاليا يعني أن أي توقف أو أي خروج للخدمة لأي من هذه المستشفيات يعني أننا نتحدث عن مناطق بأكملها ستتضرر، إلى جانب أيضا الحكم بالإعدام على جرحى على المرضى في المناطق كمستشفى شهداء الأقصى مثلا على مستوى المنطقة الوسطى، لأنه الوحيد في حال خروجي عن الخدمة سيصبح من الصعب حتى على المرضى الحصول على أي علاج سوى التوجه إلى مدينة خان يونس جنوبا، والتنقل في مثل هذه الحالات في وقت الحرب المستمرة هو أمر خطير بحد ذاته، فكيف بحالة جرحى ربما يحتاجون إلى نقل بطرق معينة ويصلون إلى المستشفيات أقرب مستشفيات للتعامل معهم بشكل سريع. مستشفى ناصر الأمر كذلك هو منطقة عمليات منطقة خان يونس، أي توقف في عمله يعني الحكم بالإعدام على الجرحى والمرضى الموجودين في مدينة خان يونس. أنا أشكرك باسل العطار من دير البلح مراسل قناة المملكة، شكرا جزيلا لك. الآن ينضم إلينا من جنين مدير الهيئة الخيرية العالمية في فلسطين إبراهيم راشد. أستاذ إبراهيم أهلا بك. بداية الأونروا تحدثت هذا المساء بأن غزة تتحول لمكان غير صالح للعيش وسط غياب تام للمساعدات الإنسانية، أنتم كهيئة خيرية عالمية كيف تقيمون الوضع ولأي مدى ترون أن الأمور باتت سيئة وأن أي مساعدة تصل ربما لن تنقذ الوضع الإنساني الذي تجاوز حد الكارثية؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني ما قالته الأونروا وتقوله كل المؤسسات الدولية بشكل عام ونعيشه كواقع من خلال طواقمنا التي تعمل في الميدان، هو لا شك أنه واقع صعب جدا. إحنا نتحدث عمليا إحنا عن ثلاث مناطق اليوم في قطاع غزة. منطقة شمال قطاع غزة يعني عمليا مفصولة تماما عن المساعدات إلا بشكل ضئيل جدا، وهي تحتاج إلى السولار والطحين. طبعا هناك في بعض المستلزمات اللي يتم شرائها من السوق المحلي، ولكن الوضع النفايات كارثي وتوفير السولار مهم جدا لتشغيلها. اليوم في إعادة لمحاولة إعادة مستشفى الشفاء وكمال عدوان، وهذا أيضا يتطلب مستلزمات. بالنسبة لمنطقة دير البلح اللي هي المنطقة الوسطى كمان أيضا تواجه منطقة عمليا مفصولة إلى حد ما عن منطقة رفح، اللي هي عمليا رفح الأقل بتتمتع نسبيا يعني بوصول المساعدات الإنسانية. فبالتالي احنا نتحدث عن ثلاث مناطق عمل، هذه الثلاث مناطق تعاني كل حالة بحالتها من إشكاليات. لا شك أن الوضع صعب من حيث توفير المأوى بالدرجة الأولى، وخاصة في مناطق اللي هي عمليا يعني نتحدث عن أكثر من 1.5 مليون بني آدم نزحوا من مناطق الشمال إلى مناطق الجنوب، وبالتالي هؤلاء بحاجة إلى مأوى، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى مستلزمات. العمل هناك يواجه صعوبات في توفر المواد، بإمكانيات المتوفرة نستطيع أن يعني ما نستطيع أن نفعل، ولكن تتواجه عمليا صعوبة بالغة بالعدد الذي يريد أن يستفيد من هذه الإمكانيات الضئيلة جدا. تحاول المؤسسات ما استطاعت، كل المؤسسات متضافرة،
إضافة إلى ذلك هناك محاولات أيضا لمسألة الطعام، يعني مسألة الطعام أيضا تأتي بالدرجة الأولى بعد مسألة المأوى، والطعام أيضا يواجه إشكاليات بتوفر المواد الأساسية المتعلقة على الأقل باللحوم بالدرجة الأولى التي عمليا يمكن أن يصنع منها الطعام. متوفر بعض القضايا ولكن اللحوم أيضا تتضاءل وتتناقص مع الوقت، وهذا بالتالي يؤدي إلى إشكالية في موضوع تصنيع الطعام بشكل لائق لجودة الطعام وجودة الصحة. طب إضافة إلى ذلك نتحدث الآن عن مواجهة للشتاء، إحنا الآن إحنا على أبواب الشتاء أو دخلنا في الشتاء، دخلنا اليوم في دخل اليوم الشتاء في الشتاء دخلنا في الشتاء، وبالتالي تتحدث أنت عن احتياجات تتعلق بالحمامات والبطانيات والفرشات والتدفئة وتوفر الحطب اللي هو عمليا مسألة يعني أصبحت معدومة إلا قليلا ما هم، وبالتالي إحنا اليوم نواجه بكل هذه الإعاقات عمليا الدخول ضئيل للمساعدات، قليل من المساعدات هذه الموجود في داخل قطاع غزة في المناطق هذه اللي على الأقل نتحدث عن دير البلح ومنطقة اللي هي رفح، رفح على الأقل نسبيا أفضل من المنطقة الوسطى اللي عمليا بتواجه اليوم إشكالية كبيرة. إذا نتحدث عن الشمال فالواقع أيضا لسه أكثر كارثية، فبالتالي إحنا اليوم نتحدث عن وضع إنساني يعني كارثي بكل المقاييس، يحتاج إلى تدخلات، يحتاج إلى فتح آفاق، يحتاج إلى جهود إنسانية. إحنا نحاول كمؤسسين أو كمؤسسات إدخال يعني ما استطعنا إلى ذلك من طحين، من طعام، من توفير الخيام حتى لو كان التصنيع محلي، لأنه حتى الخيام قد يعني الخيام التي قد دخلت إلى قطاع غزة لا تكفي هذه الحاجة أصلا، وبالتالي حتى الخيام هي ليست أصلا هي البيئة ملائمة، في ظل أنه بحاجة أيضا إلى تمديدات متعلق بالصرف الصحي أو وجود حمامات، يعني حمامات على الأقل هذه قضية لحالها قضية وقصة. إضافة إلى ذلك توفير المياه الحلوة، أنه عادة مياه قطاع غزة معروف أنها مياه مالحة، لا نقول ملوثة فقط بل مالحة أيضا، وبالتالي لا تصلح للشرب الآدمي. إضافة إلى ذلك إحنا بنتحدث كمان عن يعني إمكانيات تتعلق في مسألة اللي هي توفير يعني اليوم المتعلق في احتياجات الشتاء وهي كثيرة جدا، واحتياجات النساء أيضا اللي هي ذات يعني هذه استاذ هاي استاذ ابراهيم، هذا هو دور يعني من الادوار الاساسيه التي تقوم بها الهيئه الخيريه العالميه في فلسطين بالتعاون، لديكم شركات تتعاونون معها. صحيح، انا اولا يعني التنسيق كامل مع الجهات الدوليه على الاقل في تنسيق الاحتياجات من جهة أخرى، إحنا اليوم أيضا في تعاون مع كل الهيئات، حتى الهيئة الهاشمية الأردنية نتعاون معها باتجاه إدخال الخيم، باتجاه إدخال بعض المواد، كان لنا تداخل أيضا مع بنك الطعام المصري في إدخال بعض المستلزمات الطبية، يعني كل الجوانب المؤسسات تحاول ما استطاعت إلى ذلك سبيلا أن تدخل ما تستطيع من مساعدات بكل الطرق بكل الوسائل على قلتها، حتى نحاول أن نكيف وأن نتعايش أو على الأقل أن نلائم يعني هذا الفيضان البشري الذي قد فقد يعني منزله وماله وأصبح بلا مأوى ولا طعام. يعني تتحدث عن حتى لو كان لديه الأموال، اليوم عمليا أصبح حالة إنسانية في الكثير من الحالات في قطاع غزة، ويحتاج وحتى لو كان معه مال في قطاع غزة أيضا يحتاج إلى توفير هذه المواد التي غير متوفرة في السوق. فبالتالي أنت بتتحدث عن تركيبة معينة من المعاناة التي تحتاج إلى انتباه شديدة، تحتاج إلى تدخلات دولية إنسانية عالمية حتى يكون هناك على الأقل توفير بيئة ملائمة لوجود هؤلاء الناس في منطقة على الأقل المناطق التي نزحوا إليها. منطقة الشمال تحتاج أيضا إلى تدخلات متعلقة في اليوم النفايات، تراكم النفايات الذي يصلنا فيه الكثير من المناشدات واللي تحتاج إلى تدخل، وإلا سنصبح أمام أيضا يعني أيضا أمراض وأمراض وانتشار لبيئة طاردة للحياة. المستشفيات بالكاد تعمل في منطقة الشمال، السولار مسألة أيضا تباع بالقليل بالسوق السوداء للأسف الشديد، وبالتالي هي أيضا ضئيلة. نحاول إحنا كمؤسسة نحاول من أول الحرب بحمد الله متواجدين في الميدان، تدخلات كانت في السولار، تدخلات في الطحين، تدخلات في الطعام، في المستلزمات، في الخيام على وجه الخصوص. هذا التضافر يحتاج إلى أكثر من مؤسسة ومؤسسات، بل إلى دول يعني دول ومنظمات دولية حتى نستطيع على الأقل أن نؤمن لهذا الفيضان البشري الذي يحتاج إلى كل المقومات على الأقل للبقاء والصمود في مكانه وتواجده، لأنه عمليا نحن نتحدث عن احتياجات شديدة جدا وضرورية جدا، وخاصة على يعني في ظل أجواء الشتاء القارصة والباردة. بالإضافة لذلك إحنا كمان في الشتاء منطقة قطاع غزة غير مهيئة كبنية تحتية أصلا إلى استقبال المياه اللي هي عمليا أيضا
ستجرف، قد تجرف الخيام ايضا معها، وبالتالي انت بحاجه اخرى يعني مع الوقت اذا بقيت هذه الاشكاليه ستبقى التفكير باتجاه ابنيه اكثر صمودا امام هذه الاشكاليه. ان شاء الله ان لا تطول، وان شاء الله يكون هناك عمليا يعني هدى انسانيه، هدى تؤدي الى وقف وتمكن المؤسسات الدوليه ان تقوم بواجبها تجاه يعني اهلنا في قطاع غزه. أنا أشكرك من جديد مدير الهيئة الخيرية العالمية في فلسطين إبراهيم راشد، شكرا جزيلا لك.